كشوف شريف ايمن حسين كشوف شريف ايمن حسين
لجميع الإخوان أوتور والأفراد اللي شاركوا في هذا المخيم. بكل صراحة أنا أول خطرة التحقت جيت مسروع، علاش؟ بهذا الوجوه، بهذا الانضباط، وبكل صراحة كتشرفوا. أنا ملي التحقت وأنا شفت واحد الجو ديال الإخاء، واحد الجو ديال الشعور في المواجد. هذا هما المغاربة الأحرار، تبارك الله عليكم. احنا جينا باش غادي ندعموكم ان شاء الله معنويا، وجينا ان شاء الله باش غادي نتعرفوا عليكم، وان شاء الله غادي نزيدوا لقدام ونزيدوا في هذا الشباب والطفوله. وهذا الشيء كيتجلى بالاهتمام والعنايه بالشبيبه والطفوله المغربيه. هذه هي التنميه، هذه هي التربيه. حقا واحد المجموعه ديال الاخوان كيلتحقوا بهذا المعسكر كشفي. كشفيه شنو هي؟ كشفيه راه كاينه، عارفينها انتم، واخا ما كنعرفوش راكم كديروها. كشفيه هي نظام، كاين هذا النظام. نتمنى لكم تدوزوا واحد المرحله ان شاء الله شيقه. المخيم راه مازال ما بداش، نجتمعوا واحد المجموعه ديال الاخوان راهم قنطانين. مازال ان شاء الله كاين وسائل الترفيه، مازال غادي تكون انشطه، مازال غادي تكون العاب، مازال غادي تكون بزاف ديال الانشطه اللي تروع عليكم. وفقنا الله جميعا لما فيه خير لفائده هاد الشباب والطفوله. والسلام عليكم ورحمه الله. عائد هشام. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه كنقول لكم تحيات ديال الاخ قائد العام سي علي اشيبال، كذلك ابلغكم تحيات ديال الاخ ديالكم الاكبر ولما لا الاب ديالكم سيد وزير الشباب والرياضه سي محمد وزير. ابلغكم كذلك تحيات باقي اعضاء القياده العامه لمنظمة كشف شعبي، اللي كيتمناو لكم مقام سعيد، كيتمناو لكم واحد الفترة خيمية اللي بلا شك منذ الوهلة الأولى وحنا داخلين المخيم. أنا شخصيا بصراحة أنا راه معروف عليا الصراحة، والسي القادر تعرف الصراحة ديالي، والسي سعيد أنا دابا عاد ممكن نعترف ونقول عندي كشف شعبي أصل، لأن قبل ما كانش كشف شعبي. مجموعة من الممارسات إخواني يعرفوها، ولكن دابا أنا ممكن نصفق عليكم أنا الأولاني وتصفقوا على رؤوسكم بحرام. بكل بساطة لماذا؟ لأن تنشوف أمامي أطفال، تنشوف الشافة، تنشوف جوالة، تنشوف زهرات، تنشوف دليلات، تنشوف مرشدات، تنشوف أطر ربما اللي واقفين بمتانة، واقفين بجدية، وبفضلهم عندكم هذا المخيم الآن دابا حتى هما كيستاهلوا تصفيقات حر. فاحنا في القيادة العامة نفتخر دائما بالجهات كناس السافلات فاس بولمان اللي كيشرف القائد بالحاج عضو القيادة العامة على التسيير ديالها. اليوم كنظن على ان الجهه ديال السيد الحاج تعزت بمندوبيه قويه، هي مندوبيه ازرو كبيره جدا. انا فرحان حقيقه، انا لو كنت ما فرحانش نقول لكم ما فرحانش، ولكن انا سعيد. اولا لانني انا اسمحت اسمع اسماحه، انا عمري جيت لها، تيبان لي فضاء جميل جدا وزينتوه بالتواجد ديالك. فمرحبا بكم في منظمه الكشاف الشعبي. غادي تلقاو ابتداء من هذه اللحظه غتلقاو سند قوي، غتلقاو مساعدة قوية، غتلقاو توجيه مهم إن أمكن ذلك في الأنشطة المستقبلية. الموازاة مع نشاطكم الآن، الصباح كانت عندي زيارة لمخيم راس الماء،
كاين اخوان كذلك من بركان خيمين، كاين اخوان من برشيد خيمين كذلك عندكم في الاطلس، وكاينين كذلك اخوانكم ديال المنطقه الجنوبيه اللي مخيمين في اكادير، وكاينين اخوان اخرين مخيمين في الحوزين. املي فيكم كبير صراحه باش هذه المندوبيه تزاد قوه، املي كذلك فيكم كبير باش تمشيو في هذا الميدان اللي هو ميدان ماشي سهل، ميدان تعلم الصرامه، تعلم الرجوله، تعلم الكفاءه، تعلم كذلك الاعتماد على النفس، وتصنع الرجال المستقبل اللي هما ان شاء الله هذا المغرب خصو يزيد قدام به. فختاما نقول لكم بكل صراحه، عاشت منظمه الكشاف الشعبي، عاش المغرب، شكرا لك. شوف شباب، 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 مساعد، 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 مساعد.